السلام عليكم. القضاء المختطف في مهمة التنكيل برافضي الانقلاب هو الذي يبدو عصا غليظة يتم التلويح بها في وجوه المغلوبين على أمرهم داخل مربعات الانقلاب في المدن والقرى التي تحولت إلى نسخة جديدة من الرهينة. التاريخ يعيد نفسه إلى اللحظة التي كان فيها نظام الأئمة يستخدم القضاء وسيف الوشاح للفتك بالأحرار على مائدة أحمد يا جناه. بعد أن ارتكبت الميليشيا جرائم تحت لافتة المشرف المسلح، ها هي الآن تستخدم القضاء كقفاز للجريمة. توظيف الانقلابيين لمؤسسة القضاء ضد أي خصم لهم يزيح الستار عن فصل جديد من فصول المأساة اليمنية التي تعددت أشكالها. بحسب متابعين، فإن الأوامر التي تصدر على هيئة أحكام تجري تحت سلطة انقلاب غير شرعية، بالتالي ما يصدر عنها غير شرعي يندرج في إطار الجرائم والانتهاكات بحق اليمن. محاكمة الحوثيين ل36 ناشطا سياسيا مدنيا وانسحاب محاميهم من الجلسة إشارة ربما إلى أننا أمام محاكمات أحادية لها علاقة بإجراءات القمع وليس لها علاقة بمهمة القضاء الأساسية العدالة. وفي سياق قريب جدا، قضية الصحفي الجبيحي وما شهدته من التفاف شعبي رافض لمسرحية محاكمته داخليا دليل على تعافي المجتمع المحلي ورفضه للتنكيل. مشاهدينا الكرام، عن القضاء المختطف الذي يستخدمه الانقلاب كلافتة للتنكيل بالمدنيين ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو البرلماني والباحث في القانون الأستاذ شوقي القاضي. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. مشاهدينا، سنبدأ النقاش لكن بعد أن نشاهد بمعيتكم هذا التقرير. تستخدم ميليشيا الحوثي اليوم المؤسسة القضائية لضرب خصومها ومعاقبة كل الأصوات المناوئة لها، وهي وظيفة لطالما استخدمها النظام السابق لتصفية صراعاته مع خصومه السياسيين. وإدراكا منها بأهمية القضاء، حرصت الميليشيا منذ اللحظات الأولى للانقلاب على السيطرة عليه. تجلى ذلك في تغيير النائب العام وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات بجملة من عناصرها، ومنع الطلاب من خارج السلالة من الالتحاق بمعهد القضاء العالي ووصولا لإصدار أحكام قضائية ضد خصومها، أبرزها بحق الرئيس هادي ومعاونيه، إضافة للحكم بالإعدام على الصحفي يحيى الجبيحي في محاكمات صورية لا علاقة لها بجوهر العدالة. اليوم أحال الحوثيون 36 ناشطا سياسيا من المعتقلين في سجن الأمن السياسي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم بتهمة العمالة للعدوان كما يقولون. هيئة الدفاع عن المعتقلين التي تم الاعتداء على بعض أعضائها في قاعة المحكمة واتهامهم بالعمالة والارتزاق من قبل أعضاء النيابة انسحبت من الجلسة وأصدرت بيانا شككت فيه بقانونية هذه المحكمة. هدم الحوثيون ما تبقى من استقلالية مؤسسة القضاء التي يفترض بها أن تكون بعيدة عن الصراع السياسي، واستغلوها في محاربة خصومهم المدنيين عبر مسرحيات هزلية يطلقون عليها جلسات محاكمة. من جانبها، طلبت منظمة العفو الدولية من الحوثيين إعادة محاكمة الصحفي الجبيحي، ووجه هذا الطلب باستنكار واسع من القانونيين والمراقبين كونه يستنكر فقط نوعية الحكم الصادر ويضفي الشرعية على مبدأ المحاكمة. أما الحكومة الشرعية فلم تصدر حتى الآن بياناً أو تبدي تحركاً إزاء هذه الممارسات المسيئة لمؤسسة القضاء. ويبقى السؤال، من ينقذ هؤلاء الأبرياء من حقد الحوثيين وخذلان الحكومة؟ أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا الأستاذ شوقي القاضي وبجميع الضيوف الذين سينضمون لنا تباعاً. أستاذ شوقي، لربما لا يعرف الواحد من أين يبدأ في الحديث عن ما يجري بحق المدنيين في اليمن، ما يمارس من انتهاكات في حقهم من قبل ميليشيات الحوثي والانقلاب عموما. بشكل عام كيف تبدو الصورة لديك؟ بداية بسم الله، بداية أؤكد وأكرر مطالبتنا لميليشيا صالح والحوثي بإطلاق جميع المختطفين وكل الأسرى وكل الذين يعني اعتقلوا ظلما وعدوانا كونها سلطة انقلاب يعني. ولهذا نحن نطالبهم ربما بإجراءاتهم هذه، يريدون أن يصرفوا الأنظار عن تكرار المطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المختطفين. هؤلاء أناس مدنيون اختطفوا من بيوتهم، من أعمالهم، من الشوارع، من المناطق، فاختطفوا. ولهذا نكرر مطالبتنا بإطلاق الآلاف
الصحفيون جزء من آلاف من الذين اختطفتهم هذه السلطة. الأمر الآخر بصراحة أربأ برجال القانون من قضاة وأعضاء نيابات ومحامين، أربأ بهم أن يخوضوا في هذه الدماء البريئة تلبية لإجرام هذه الميليشيا. رجل القانون يقدس الحق ويقدس الدماء ويقدس القانون والصواب، ولهذا أربأ بهؤلاء القضاة، لن يرحمهم التاريخ. هؤلاء القضاة، هؤلاء أعضاء النيابات، هؤلاء المحامون الذين يبرروا ويشرعنوا بطريقة قضائية. القضاء منزه، القضاء سلطان الله في الأرض، ولهذا عندما ينحرف القضاء إنما انحرف رجاله، ولهذا لن يغفر لهم التاريخ وسيعاقبوا في الدنيا قبل الآخرة. إذن جريمة بكل المقاييس أن ينصرف القضاء من العدل إلى الظلم ومن الإنصاف إلى الإجرام. وبالتالي أنا أربأ برجال القانون وأناشدهم الآن أن يتخلوا عن هذه، أن لا يكونوا الأفواه التي تؤكل كما يقال يؤكل بهم الثوم. طيب، إذن أتمنى هذه أن تصل إليهم. إذن الآن أنت يعني تقول أن ما يحدث، أو يمكن الفهم مما تقوله أن ما يحدث هي أوامر لسلطة الإنقلاب ينفذها هؤلاء القضاة، ليس كذلك؟ هو لها أكثر من بعد. البعد الأول هو لها أبعاد سياسية ولها أبعاد قانونية. البعد السياسي أولاً مؤشر على مدى تخبط هذه السلطة الإنقلابية الآن. الإنقلابيون الآن يتخبطون، لا يعرفون بالضبط ماذا يصنعون، ولهذا متخبطون بسبب الأزمات الآن فيما بين مكوناتهم. ونحن نعرف الآن ومطلعون على أن مكونات الإنقلابيين بدأت الآن تنسف وبدأت تتلاشى. الأمر الثاني هو مؤشر أيضا على مدى فشلهم في تلبية أي وعود أو أي انتصارات يخدرون بها أنصارهم، ولهذا يريدون أن يصرفوا أنصارهم إلى قضايا يعني أخرى. الأمر الآخر أيضا هو محاولات يائسة لتغطية جرائمهم. ربما بعض هؤلاء المدنيين قد قتلوا بطريقة تعذيب، لأن هؤلاء الميليشيا إذا كانوا لا يرضخون لشرائع الله كيف سيرضخون لقانون؟ ولهذا هي ربما تغطية لجرائمهم، ربما بعضهم قد صفوا بطريقة أو بأخرى. هل من دلائل أو أخبار تتحدث عن ذلك؟ ليست لدينا أخبار مؤكدة، لكن أن مختطفون بعضهم لا ما عاد أحد يعرف عنهم شيء، ولهذا ربما هؤلاء صفوا، ربما يحاكموا الآن محاكمات صورية ليقال والله القضاء. وهنا أنبه رجال القانون من قضاة وأعضاء نيابات بأن هؤلاء ستتلبسهم الجرائم، ربما هؤلاء صفوا بطريقة أو بأخرى، وهؤلاء الذين الآن يشرعون قتلهم عن طريق المحاكم سيكونون هم المجرمون. هناك مؤشر آخر أيضا، وهو أنه هذه الميليشيا الآن ما عادت تمتلك أي مشروع، ما عادت تمتلك أي شيء خدروا بها أنصارهم، ولهذا الآن تصرفهم، أحيانا تصرفهم لمقاتلة أمريكا، وأحيانا تصرفهم للكيان الصهيوني، وأحيانا وأيضا مؤشر لمدى سذاجتهم. موضوع التخابر مع دول أخرى هو تهمة أخذت من دول أخرى بطريقة ساذجة، بطريقة ببغاوية، يعني ما عاد لهم شيء باختصار يعني. فهو نوع من التخبط، مؤشر أيضا على أن نهايتهم قد اقتربت إن شاء الله تعالى، يعني ما عاد لهم شيء جديد، وبالتالي الآن هم يرون أنفسهم يعني كما يقال تقترب رقابهم من المشانق، فما عاد لهم اتزان، ولهذا ربما نقرأ كثير من هذه المؤشرات. طيب الآن هناك قضاء رضوا ربما بأن يقوموا بهذا الدور، أن يكونوا أدوات، لماذا؟ ما الذي يدفعهم لعمل شيء مشابه؟ بعضهم يدفعهم الخوف، وهؤلاء يستطيعون أن يتسللوا ويخرجوا ويتحملوا، لأنه كما يقال حتى في الشريعة الإسلامية وحتى في القانون لا يصح أن أكره على قتل غيري. الإكراه مقبول في الأمور المادية، في الأمور في غير الدماء، أما إذا أكره الإنسان على قتل إنسان آخر لا يسمى مكره هنا مطلقا. ولهذا من يدعي أنه مكره لن يقبل منه هذا المبرر مطلقا. السبب الثاني أو بعضهم أيضا، بعضهم مادي ويعني يعيش على الارتزاق، وربما الصنف الثالث تماهوا مع الانقلاب في وهم السلالية ووهم الاصطفاء، وبالتالي كما يقال صدقوا أنفسهم فخاضوا في هذه
الزفة كما يقال. نعم. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ شوقي المحامي الأستاذ عبد الرحمن برمان الذي ينضم لنا من الرياض. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك وبالأستاذ شوقي وبالمشاهدين جميعا. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن. ما الذي يجري أو الذي يجري بداخل المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون للمدنيين؟ ما الذي أو تحت أي توصيف قانوني يجري كما أو يعني يكون وفقا لهذه المحاكمات التي نراها؟ أولا لا يمكن أن نصف ما يحدث بالمحاكمات. يعني هناك عملية تنكيل بالمواطنين، هناك تنكيل بالمدنيين، بالنشطاء، بالأساتذة الجامعات، بالمدرسين، بالطلاب، بخطباء الجوامع، عملية تنكيل لا أكثر من ذلك. لا يمكن أن نطلق على ما يحدث محاكمة. المحكمة هذه في أيام ما كانت وجود دولة في عهد علي عبد الله صالح ولا زال مؤسسات الدولة قائمة، مهما كنا نختلف في ذلك الزمن مع النظام السابق، إلا أنه كانت كل مكونات المجتمع المدني والقانونيين والحقوقيين وعلى رأس ذلك نقابة المحامين اليمنيين دعوا وبل وقاطعوا هذه المحكمة، ودعت النقابة فور إعلان تشكيل المحكمة الجزائية المتخصصة سنة 1999، دعت إلى مقاطعة هذه المحكمة باعتبارها محكمة استثنائية تخالف نص المادة 151 من دستور الجمهورية اليمنية الذي لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية، والمادة 8 من قانون السلطة القضائية الذي أيضا يحرم تشكيل محاكم استثنائية، وأيضا يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والتي تحرم إنشاء هذه المحاكم وتؤكد على وجوب أن يمثل أي متهم أمام قاضيها الطبيعي. هنا نحن مسرحية المحاكمة تتم أمام فرع من فروع المخابرات، تم تغيير جميع يعني القضاة المحكمة، بل أنه تم بعد سقوط صنعاء غير القاضي السابق وجاء بقاضي آخر يعني وطلب منه أن يجري محاكمة الرئيس هذه خلال جلستين أو ثلاث جلسات، وأيضا إنهاء محاكمة قضية النهدين خلال فترة وجيزة، فرفض ورفض أن يكون يعني. ونحن نحيي قضاة مثل هكذا ونقول إن القضاء اليمني لا يمكن أن نقيس على ما يحدث اليوم. هناك قضاة نزهاء، هناك أعضاء نيابة شرفاء، هناك من رفض أن يكون يعني جزء من هذه المسرحية ومن هذا عملية المسخ التي تحدث للقضاء اليمني، وتم إقالته بعد 9 أشهر فقط من تعيينه، على الرغم أنه التغييرات القضائية لا تتم إلا خلال بعد مرور 5 سنوات على القاضي ما لم يرتكب هناك أي مخالفات، لما لم يكن النقل عملية تأديب. جيب بقاضي وبدأ يعني أول دفعة من الإعدامات كان رئيس الجمهورية، وكانت التهمة مخزية أنه رئيس الجمهورية انتحل صفة رئيس الجمهورية، يعني رئيس الجمهورية الذي تعترف به الدول والأمم المتحدة وكل دول العالم تعترف به بما في ذلك إيران وسوريا وروسيا تتعامل مع رئيس هذه باعتبارها رئيس الشرعي، يعني والذي انتخب من قبل الشعب اليمني، حكى القاضي حكم عليه بالإعدام باعتباره انتحل صفة رئيس الجمهورية. ثم بعد ذلك يأتي الحكم على الصحفي قبل 4 أيام، حكم إعدام في خلال جلسة واحدة تقريبا أو جلستين. اليوم نحن أمام محاكمة 36 شخص، هناك يعني محاولة يعني إذا يقول نحن موجودين، نحن هنا، لازلنا مسيطر على يعني على مقاليد الأمور، لازلنا يعني رفع المعنويات من يعني لمن هم يقاتلون معهم أو يقفون معهم، إنه لازالوا هم الدولة ولا زالوا يتصرفوا، وأيضا نحن نحمل السلطات الشرعية مسؤولية كبيرة على إنه إلى الآن القضاء العلا في عدن لم يتخذ فيه إجراءات قضائية، باعتبار إنه هذه المحاكم كلها هي تتبع إداريا مجلس القضاء العلا ويجب أن يكون هناك. طيب أستاذ عبد الرحمن، هناك أيضا نعم دعني فقط أؤكد نقطة مهمة جدا، هو إن مؤتمر الحوار الوطني الذي اتفق عليه كل اليمنيين والتي جاءت جماعة الحوثي لأسقطت الدولة، يعني جاءت لتطبيق مخرجات الحوار الوطني، أكد في مخرجاته على إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة واعتبارها محكمة غير دستورية وغير شرعية. طيب الآن القضاء في عدن ما الذي يجب عليه القيام به حتى يتجاوز اليمنيون هذا التنكيل الذي يحدث لهم من قبل المؤسسات التي يعني تحكم بشكل أو بآخر وفق سلطة الانقلاب؟ يعني هو لابد على مجلس القضاء الأعلى أن يكون له موقف يعني مما حدث. يعني هؤلاء القضاة
جاءوا بطريقه غير قانونيه، يعني تم تعيينهم من قبل ونقلهم من قبل سلطات غير شرعيه وغير قانونيه، وبذلك كل ما يصدر عنهم هو باطل. ايضا النائب العام موجود حاليا في عدن، وهذه يعني اي عضو رئيس النيابه ووكيل النيابه وعضو النيابه لا يمارس سلطاته، هو يمارس هو نائب عن النائب العام. يجب على النائب العام وعلى مجلس القضاء على ان يتخذ اجراءات بحق هؤلاء الذين يمارسوا عمليات القمع. وايضا نحن اليوم لاحظنا كيف تعاملوا مع، لم يتعاملوا كقضاة وانما تعاملوا كمخبرين، تعاملوا كعصابات. عندما يعني انتزعوا احد المحامين وهو احد زملائنا المحامين، انتزعوا من داخل القاعه بسبب انه اراد ان يكلم احد المتهمين خلفه، يعني ممنوع على المحامي، القانون اليمني ينص وكل قوانين العالم لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهؤلاء لا يسمحوا من خلف القضبان ان يتحدث المحامي الى الموكل باعتبار لا هم يتخيلوا انهم لا زالوا في اجبه وأركة أجهزة المخابرات، ولا يجوز إلا أن تمشي نظام المخابرات، ولا يعني لا يوجد القانون غير مغير في هذه الأماكن، وأجهزة المخابرات التي تشرف وهي التي تقود وهي التي، وإذا استمرت هذه المهزلة ولم يكن هناك موقف، إذا لم يعلم هؤلاء القضاة بأنهم سيحاكموا وأنهم سيحاسبوا وأنهم يقوموا بارتكاب جرائم هناك حسم سيكون باتجاههم، ستستمر هذه المحاكمات وستستمر عملية الرعب. اليوم تحدثت إحدى الأمهات بألم، قالت وأنا أخرج من المحكمة أحد المحامين الذين جاءوا من الطرف الآخر وللأسف الشديد أنا لا يستحق أن يأخذ لقب محامي أقرب أترب منها، وهي امرأة عجوز وراها وهي تبكي ويقول إن شاء الله إعدام للكل. يعني نحن أمام يعني عصابات، سواء كانت جاءت للأسف الشديد زملاء محامين رضوا على أنفسهم أن يكونوا هكذا، أو أيضا قضاة أو يفترض أن يكونوا قضاة يعني يتعاملوا بأسلوب العصابات. يعني ولم حتى أحيانا كان هناك في الزمن السابق كان هناك إخراج لهذه المحاكمات، كان إخراج بطريقة مهذبة، كانوا يسمحون لنا نترافع، كانوا يسمحون لنا نتكلم وبعدين يحكموا ما قال. لكن هؤلاء بغباء يعني لا زالت يعني الهمجية الكهوف هي التي تسيطر على، وهمجية المخابرات وهمجية البدرومات هي التي تسيطر وهي التي تخيم على جو المحاكمات. هناك خوف ورهبة لدى المحامين عند دخولهم، يتعرضوا للتهديد، يتعرضوا للسب. لا يمكن أن نسمي هذه محاكمة، ولا يوجد أدنى درجات المحاكمة العادلة. أشكرك أستاذ عبد الرحمن برمان المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إليك أستاذ شوقي. إذن هذا التنكيل وحتى الترهيب كما يقول الأستاذ عبد الرحمن برمان لمن يحاول حماية هؤلاء أو يحاول الدفاع عنهم بداخل أراضي الجمهورية اليمنية، هل سيستمر؟ لماذا بدأ الآن التركيز أكثر على القضاء كوسيلة للتنكيل؟ الميليشيا كانت يعني تستخدم وسائل أخرى، لماذا القضاء؟ هو نوع من أنواع إعطاء جرائمها شرعية. يعني ميليشيا الانقلاب اختطفت دولة واختطفت مؤسسات، وكما يقال ليس بعد الكفر ذنب، وبالتالي ليس بعد هذا الانقلاب ذنب، لكن ربما أرادت أن تضفي الآن على جرائمها شيء من الشرعنة، شيء من التقنين، شيء من لبوس القضاء، فأقدمت إلى هذه المهازل. أنا لا أسميها محاكم فعلا، كما قد ذكر أخي الكريم أستاذ عبد الرحمن برمان، هذه ليست محاكم. ابتداء بسلطة الانقلاب التي تشكلت هذه هؤلاء القضاة وعينتهم، وانتهاء بالظرف، لأنه من شروط القضاء أن يكون حرا ونزيها ومستقلا. بالله عليك، هل تتوفر الحرية والنزاهة والاستقلال في ظل الانقلاب؟ قلت أكيد. إذا كان فجروا بيوت أناس لرائحة شبهة، إذا كان قتلوا أناس لأي مبرر، فما ظنك بهؤلاء؟ ولهذا القضاء مختطف، حتى هؤلاء القضاة أيضا، حتى وهم يقومون بدور للأسف لا نرتضيه لهم مطلقا، لكن حتى كل هذا في ظل سلطة انقلاب. إذن انتفت العدالة، انتفت النزاهة، انتفت الحرية، انتفى الاستقلال. ما الذي بقى إذن؟ أقرب إلى محاكمات عسكرية، يعني نستطيع أن نصنفها هي أقرب إلى محاكمات عسكرية، إلى تصفيات عسكرية. ميليشيا تجري تصفيات، هذا هو التوصيف القانوني لها، أما محكمة لا. طيب الآن هناك من ضمن من يتم عمل ما يتم لهم سواء كان محاكمات أو غيره، لن نختلف على هذا التوصيف الآن، لكن هناك أناس عاديين، هناك نشطاء سياسيين مدنيون، لكن هناك أيضا صحفيين، وربما هناك تركيز على هذا الأمر وعلى الصحفيين في الاستهداف. نعم. لماذا يتم ذلك؟
واضح تماما أخي، حتى من خطابات التعيس عبد الملك الحوثي واضح أنه قلق من أن تنقل الحقائق، قلق من أن تنقل الحقائق لأنصاره قبل غيره. غيره مخدر ببعض قنوات، غيره مخدر ببعض صحف، غيره مخدر بإشغاله بمعاركه اليومية، وبالتالي يخاف أن تنتشر الحقيقة، يحاول أن يصفي الشهود. ولهذا الصحفيون حرض عليهم أكثر من مرة من زمان، يعني منذ بداية انقلابه وما قبل انقلابه كان يحرض ضد الصحفيين لأنه يخاف أن تنتقل الحقيقة. وملائكة الحقيقة كما يقال أو نقلة الحقيقة هم الصحفيون. ولهذا انظر إلى العدد الكبير الذين اختطفتهم ميليشيا الحوثي، يعني فقط هذه فقط حزمة من الحزم ما يقارب 36 صحفي، وما خفي كان أعظم. هناك صحفيون ربما كانوا يشتغلون بطريقة أو بأخرى، ما يعني معرفة الآخرين بهم محدودة. هؤلاء ربما الذين عرفوا على صعيد نقابتهم وعلى صعيد زملائهم. هو طبعا هم الآن 36 هم ناشطون مدنيون. نعم، وسياسيون. وهناك أيضا صحفيين بكل تأكيد، لكن أيضا يعني هناك ربما عدم مراعاة لسن بعض هؤلاء من يتم بإصدار بحقهم اتهامات، كالجبيحي كنموذج، يعني رجل خدم في الدولة، كان في رئاسة الوزراء، وكان صحفي له تاريخ. هل نحن أمام وجه فاشي يعني لا يقيم حتى اعتبار لأي قيمة؟ أضحكتني والله يا أستاذ وجيه، معليش يعني سامحني. تفضل. يعني لا بس هو الأمر بكل تأكيد يبدو أن السؤال مثالي. لا، سؤال جميل كجمالك ومثالي كقيمك. أنت تطلب من فاقد الشيء الذي لا يمكن أن يعطيه مطلقا، أنت تطلب من غجر، تطلب من همج، تطلب من قتلة، تطلب من مفجرين، تطلب من نازيين وسلاليين يرون أنفسهم يعني أعلى وأرفع، وبالتالي كيف تطالبهم إذا كانوا لم يرعوا إلا ولا ذمة ببلد، لم يرعوا إلا ولا ذمة بمجتمعات، لم يرعوا إلا ولا ذمة ببيوت فجروها أمام أطفال أصحاب هذه البيوت ونسائها. وأنت تابعتهم وتأتون بتقارير كيف يخرجوا العوائل من البيت ويفجروا البيت أمامه. إذن تأتي تطالبهم بأن يراعوا سن وأن يراعوا. هؤلاء انقلابيون باختصار، هؤلاء يعني نكثوا العهود والعقود. المجتمع اليمني والشعب اليمني كان على أمل وانتظار لصبح دولة يؤسسها عبر مؤتمر الحوار الوطني، وكانوا هم من ضمن الذين أشركوا، وهذا ما يحسب للثورة، يحسب لثورة 2011 أنهم أشركوا هؤلاء وأخذوهم من الكهوف والجبال، وكأنهم أتاحوا لهم تفضلوا مارسوا حياتكم هنا، شاركونا في بناء الوطن، شاركونا في بناء اليمن. لكن للأسف من تربى على الخيانة والغدر يأبى إلا أن يعيش غادرا كما قال، فمن أنباك أن أباك ذيب. طيب، ما دفعني للتساؤل أستاذ شوقي هو أيضا يعني يدفعني لتساؤلي حول موقفك. في البداية تحدثت أنت عندما بدأنا الحلقة قلت أدعو عبد الملك الحوثي ويعني سلطة الانقلاب ورئيس المخلوع عبد الله صالح للإفراج عن من هم معتقلين. ذات الشيء الذي دفعني للتساؤل هو دفعني للتساؤل عن لماذا تدعوهم الآن. أنا أدعوهم، أحملهم مسؤولية، يعني أنا لا أستقديهم هنا ولا أنتظر منهم ذوقيات. أنا هنا أحملهم مسؤولية آلاف المختطفين، أحملهم مسؤولية آلاف المعتقلين، أحملهم مسؤولية الذين صفوا والذين لم يصفوا. هذه مسؤولية، ندائي هنا أني أحملهم المسؤولية، بمعنى أن مسؤولياتكم تتضاعف بتضاعف جرائمكم. وبالتالي أنا لا أناشدهم هنا مناشدة ذوق، فاقد الشيء لا يعطيه. هؤلاء انقلابيون باختصار، يعني غدروا بالشعب اليمني كله، كانوا معنا في ساحات الحرية وساحات التغيير، يعني أكلنا مع بعض، شربنا مع بعض، أنشدنا مع بعض لبناء يمن جديد. ما كنا نعرف أنهم كانوا يبيتوا كل هذا الغدر، ما كنا نعرف أنهم وقعوا بهذا الغباء. أيضا بعضهم ما كان يعني، ولكن استلقفتهم مؤامرات الغدر، فزين لهم أنهم يعني سيمتلكون بلد يحكمونه بسلالتهم ويحكمونه بنظرياتهم يعني المتخلفة جدا، فغدروا بكل شيء، ضروا أنفسهم، هم ضروا أنفسهم. اقترب الزمن أو ابتعد سينتهي الانقلاب، وسيقف هؤلاء أمام أنفسهم أولا بوضع لا يحسدون عليه، وسيقفون أيضا في المحاكم، وسيقفون وربما يتشردوا في كل بلد. هؤلاء هم الذين جلبوا لأنفسهم التشرد، وجلبوا لأنفسهم الدمار، جلبوا لأنفسهم مع أنهم كانوا يستطيعون أن يعيشوا
مواطنين متساوين، كان أحدهم ينادى بأفضل الألقاب في منطقته، كان الشعب اليمني يراهم أناس يعني بعضهم يرى بعضهم بمنتهى الاحترام والتقدير كما كان في تعز. اليوم نسأل عنهم أين هم؟ قالوا هربوا مشردين في كل مكان. إذا أتمنى الآن أن يدركوا أنفسهم، أتمنى أن أن أن, أن يعني أن يلحقوا ما يمكن أن يلحق الآن، لكن للأسف. ولهذا أنا أناشد العقلاء وأكيد في كل تيار عقلاء أن يتجنبوا الآن ويبتعدوا من هؤلاء المجرمين الذين يوغلون في الإجرام. طيب دعنا نكمل الحوار أستاذ شوقي، لكن قبل ذلك سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نستكمل هذا الحوار بعد أو حلقة اليوم من المساء اليمني، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قبل أن نعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ شوقي القاضي، انضم لنا الآن مشاهدينا عبد الله المنصوري شقيق المختطف في سجون الانقلاب توفيق المنصوري. أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وأهلا بالأستاذ شوقي وأهلا بالمشاهدين جميعا. حياك الله أخ عبد الله. نود أو تطلعنا لو تحدثنا عن، وبالتأكيد الحديث هو صعب عن ذلك، عن أوضاع المختطفين بشكل عام بداخل سجون الانقلاب، بكل تأكيد لديكم معلومات حول ذلك. نعم أخي الكريم، المختطفون يعيشون وضعا إنسانيا كارثيا داخل سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع. هم باستمرار يتعرضون لأنواع بشعة من التعذيب الوحشي الذي تمارسه هذه الميليشيات الفاقدة للإنسانية. المختطفون يتعرضون أو يواجهون الموت باستمرار وبشكل يومي. هذه الميليشيات تستخدم ضدهم الأساليب التي لم يتخيلها أحد قط. هذه الميليشيات بقدر ما تعذبهم من تعذيب جسدي مختلف، أيضا هي تستخدم وسائل وأساليب تعذيب نفسية قذرة بشعة. المختطفون اليوم يعانون من أمراض صحية تفتك أو تكاد تفتك بحياتهم. كثير من المختطفون تدهورت صحتهم وواجهوا الموت عدة مرات. إذا تحدثنا عن الزملاء الصحفيين المختطفين على سبيل المثال، فهناك جميعهم تعرضوا لأساليب مختلفة من التعذيب تسببت بإصابتهم بأمراض خطيرة. بعضهم فقد القدرة على الحركة، وبعضهم يحتاج إلى عمليات جراحية وإلى تدخل طبي عاجل. الكثير من هؤلاء يتم تنفيذ إعدامات وهمية بشكل فج وفظيع في حالات متكررة. إذا حدثتك عن تقصد يعني محاولات محاكاة عمليات الإعدام كنوع من الترهيب والتعذيب؟ بالطبع أخي الكريم، كثير من الأحيان حدثنا كثير من المختطفين عن تنفيذ إعدامات وهمية بحق المختطفين. هذا أسلوب شائع لدى هذه الميليشيات الغجرية. سأحدثك عن قصة واحدة وهي حصلت يوم أمس للمختطفين في سجن الأمن السياسي. تم تقييد جميع المختطفين داخل السجن وكلبشتهم بالقيود، وتم إيهامهم بأن طيران التحالف سيقصف السجن، وعاشوا حالة من الرعب منتظرين الموت الذي تخوفهم وتهددهم به هذه الميليشيات الإجرامية. يا أخي، هذه الميليشيات فقدت إنسانيتها وتمارس التعذيب وتمارس الانتهاكات الفجة ضد هؤلاء المختطفين، وهي تضيف لهم اليوم انتهاك جديد. هي ترتكب جريمة أخرى بلافتة أو تحت ما تسميه محاكمة. هي تمارس من خلال هذه الأداء ومن خلال هذا التصرف
تقوم باستخدام وسيلة جديدة إضافية من التعذيب النفسي ضد هؤلاء المختطفين وضد أسرهم. طيب أستاذ عبدالله، يعني ما يجري الآن والأخبار التي تصلكم والمعلومات التي تتحدث عن ما يقوم به الحوثيون بحق هؤلاء المختطفين والمعتقلين، كيف تتلقونه وأنتم وتتعاملون معه؟ بالنسبة لنا هذا التصرف كما سبق أن أشرت ليس إلا جريمة أخرى في سجل هذه الميليشيات الإجرامية، وليس إلا أداة إضافية لابتزازنا ولتعذيب المختطفين لديها. هذه الميليشيات هي أصلا لا تعرف القانون ولا تحترم القانون ولم تمارس القانون ولا تدرك ماذا يعني القانون، وإلا ما كانت اختطفت هؤلاء. هذه الميليشيات بالنسبة لنا هي الأقدر أن تحاكم، هي الأقدر أن تكون اليوم في الزنازين، أن تكون في قفصات الاتهام ويتم معاقبتها ومحاسبتها. أليس الأقدر من القاضي الذي يقوم بمحاكمة مختطفين تم إخفائهم لأشهر أو ربما سنوات، تم استخدام أبشع أساليب التعذيب ضدهم، وكان هذا واضحا في أجسامهم أمام الحاضرين في ما يسمى محكمة. لكن كان أعضاء المحاكمة أو من قاموا بالمحاكمة ليسوا حتى بشر، لم تتحرك ضمائرهم ولم تأنبهم ضمائرهم، كان الأقدر بهم أن يسألوا أو أن يبحثوا عن من ارتكب هذه الجرائم ومن قام بهذا التعذيب، من قام بهذا الاختطاف وبهذا الإخفاء القسري، وأن يتم هو محاكمته، هو من يجب أن يتم إنزال العقوبات عليه، لا هؤلاء المدنيون الذي تم اختطافهم من منازلهم ومن بين أطفالهم ومن أعمالهم ومن شوارعهم ومدنهم. هذه التصرفات لا تعني. نعم تفضل أستاذ عبد الله. هذه التصرفات أخي الكريم لا 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 تعني لنا إلا مزيدا من إجرام الميليشيات، ننظر لها كجريمة جديدة إضافية ليس لها أي اعتبار قانوني أو صفة قانونية أو قضائية. عبد الله المنصوري شقيق المختطف توفيق المنصوري، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، شكرا جزيلا لك. إذن هو الوضع كما سمعنا أستاذ شوقي، عدم دستورية ما يجري بالنسبة للمعتقلين والمختطفين، المعاناة التي يعانوها هم وأسرهم أيضا في الخارج، كيف يمكن البناء عليها يعني للمستقبل؟ نتحدث الآن هو لابد من زوال الانقلاب، يعني إذا أردنا أن نعالج الموضوع وأن نبني للمستقبل فلينتهي الانقلاب، وهنا تأتي مسؤولية الشرعية ومسؤولية دول التحالف في إنهاء هذا الانقلاب. هذا التطويل الغير مبرر في بعض المناطق، هذا التطويل، هذا أمر رقم واحد. رقم اثنين، ينبغي الآن على سلطة الشرعية أن تقوي جهاز القضاء الشرعي المعترف به على يعني وطنيا ودوليا، ولدينا عاصمتنا عدن ولدينا مدن محررة ولدينا، أنا لا أدري ما المبرر، ما الذي يعيق يعني للأسف يعني هناك خمول مريب من قبل الشرعية في أنها تحيي مثل هذه المؤسسات. يعني الآن لا زال لدى الآخرين في خارج اليمن لا زال تصور أن هذه سلطات قائمة التي في صنعاء، أين سلطة الشرعية التي تحل محلها دوليا وإقليميا ووطنيا؟ بل هناك ربما في بعض المحافظات يمكن أن ينتقلوا إلى مؤسسات القضاء الموجودة في المدن المحررة. إذن هذا أمر ثاني. الأمر الثالث وهو أيضا أن يعني على 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 الناشطين وعلى المؤسسات الحقوقية وعلى أن ترفع دعاوى بهؤلاء القضاة وهؤلاء أعضاء النيابة دوليا. هناك مؤسسات دولية ينبغي أن هؤلاء يعني لا يقلون إجراما عن المختطفين. يعني المختطف اختطف بطريقة يعني إجرامية، ثم يأتي هذا الرجل القضاء الذي يعول عليه أن يسائل المختطف لماذا اختطف وأن يحيله إلى التحقيق، ثم ليأتي لشرع قتل هذا المختطف البريء. أمر آخر مهم جدا أيضا وهو أن مثل هذه الملفات ينبغي الآن، وأنا أتمنى هنا لا يخيب ظني، الشرعية ينبغي الآن أن تكون مؤسسات تبدأ بجمع مثل هذه القضايا والملفات لتقديمها إلى يعني محاكم الدولية ضد مجرمي الحرب ومجرمي
ضد الإنسانية ومجرمي المجرمين. هؤلاء مجرمون، هؤلاء اختطفوا الناس من بيوتهم، والمدنيون والمختطفون يعني تحميهم شرائع الله وشرائع السماء كما يقال وقوانين الأرض، ولهذا لابد من عمل شيء. هنا أنا أحمل المسؤولية لوزارة العدل على سبيل المثال، أحمل الشرعية، أحمل وزارة حقوق الإنسان. أين الجهد بالضبط؟ لماذا يترك هؤلاء يعني ينفذون هذه الجرائم ثم تتعاطى معهم مؤسسات دولية تناشدهم أن يخففوا الحكم أو تناشدهم أن يعيدوا المحاكمات؟ طيب هذه ابتداء يعني مهازل وليس محاكم. بالحديث عن ذلك، كان هناك يعني موقف لافت لمنظمة العفو الدولية، تحدثت عن مطالبتها بإعادة المحاكمة. هذا الأمر استهجن من قبل كثيرين أنه يعني هو يشكل اعتراف ضمني ب يعني شرعية الانقلاب هناك. هل هذا يعكس فعلا ضعفا؟ ما الذي يعكسه؟ طبعا مثل ما قلت يعكس أكثر من أمر. يعكس الأمر الأول أن الشرعية لم تسوق نفسها يعني في محافظاتها المحررة، يعني أوكي أقدمت على نقل البنك المركزي إلى عدن ثم عجزت عن صرف المرتبات فصارت مسخرة يعني. ولهذا الشرعية تتحمل الآن، تتحمل كثير من الوزر في هذه الأمور. وأنا متأكد يقين في أنه لو حلت الدولة في عدن وتكونت وأرست دعائم مؤسسيتها لبهت هؤلاء الإنقلابيون كثيرا. هذا مؤشر. الأمر الآخر، بعض هذه المنظمات الدولية يا أخي الكريم لا يصلها الصوت. نحن نتصور أن المنظمات الدولية، هذه نقطة أتمنى أن ينتبه لها المستمعون والمستمعات، نتصور أن المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية عبارة عن ملائكة يعني يعلمون كل شيء عن طريق رسلهم، أو عبارة عن إله كما يقال. هؤلاء بالأخير لهم ناشطون ولهم مراسلون، وسائل التي تصل إليهم المعلومات بالضبط. يعني سأعطيك مثل يا أخي، أنا شبه يومي، كل يوم، كل ثلاث أيام، كل أسبوع تصلني تقارير من منظمات مرتبطة بالانقلابيين، بينما لا يصلني ولا قد وصلني تقرير واحد حتى من مؤسسات الشرعية، لأنه للأسف الشرعية لازالت تائهة. أنا أتمنى الآن أن يصل الصوت بأنها تمأسس أعمال قضائية وأعمال حقوقية يعني تظهر بها اليمن واليمنيين. نعم. طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ شوقي المحامي صالح ذيبان الذي ينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة. أهلا بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا بكم أخي الكريم وضيفك العزيز. حياكم الله أستاذ صالح. إذن محاكمة ل 36 ناشط سياسي ومدني، انسحاب لمحاميهم من الجلسات، هناك إصدار لبيان من قبل هيئة الدفاع عنهم. الآن نحن أمام يعني نوع من أشكال أو شكل من أشكال التنكيل باليمنيين. كيف تتابع وترى ما يجري بداخل المناطق التي يسيطر عليها الانقلاب؟ في الحقيقة وتيرة الأحداث والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الانقلابية في تصاعد مستمر نتيجة القصور الذي صاحب أداء المنظمات الدولية وتقييمها لأعمال هذه الميليشيات الانقلابية، وبالتالي فهي لم تجد التصدي لتلك الأعمال فارتفع معدل ونسق ونوعية الأعمال القمعية التي تمارسها، إلى أن وصلت إلى إصدار أحكام إعدام من غير توافر أدنى شروط المحاكمة العادلة للناشط والصحفي الدبيحي. والآن انتقلنا بملف تصعيدي كبير جدا يمثل انتهاك خطير لمحاكمة 36 ناشط مدني وحقوقي وصحفي دون توفير أدنى شروط المحاكمات العادلة التي تنص عليها مبادئ استقرار القضاء وحق التقاضي وغيرها من الأمور القضائية التي يجب أن تفصل تحت أي مسمى للجهات التي تحكم أي منطقة في العالم، وبالتالي فهو تصعيد خطير جدا. عندما تصل الانتهاكات إلى أن يدخلوا حرمات المدارس، ينتهك حرمات بناتنا وأخواتنا تحت مسمى عدم تأدية الصرخة، عندما تمارس انتهاكات داخل دور العبادة ويسكت عنها المجتمع الدولي والإقليمي، عندما تمارس انتهاكات تصل إلى حد الإجبار على تزويج الفتيات القاصرات لهذا القيادي وذاك تحت إجبار وقوة وإخضاع السلاح للمدنيين العزل في مناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، فإننا نتحدث عن شكل من أشكال الحكم الفاشي، شكل من أشكال الحكم الذي لا تنطبق عليه أدنى معايير قدرات
تسير المدنية للمناطق التي سيطر عليها الانقلابيين. طيب الآن هناك بعد يعني ما شاهدنا ما جرى لي أو إعلان حكم الإعدام على الصحفي الجبيحي، كان هناك التفاف شعبي كبير رافض لهذه العملية، هل هناك نوع من النشاط الواعي الحقوقي الذي يمكن التعويل عليه؟ ما الذي يمكن أن يعني يتم حتى يظهر له أثر فعلي أكثر على الأرض؟ الشيء المبشر أن صوت التصدي المدني الآن لهذه الأعمال القمعية التي تمارسها الميليشيات الانقلابية أصبح في تصاعد مستمر. اليوم نشهد مظاهرات في قلب المناطق التي سيطر عليها الانقلابيين، وهي تطور نوعي مدني وبنفس الوقت بما يمثله من خطورة على أرواح المدنيين، لأنه لا تكفل لهم هذه الميليشيات حق التظاهر وحق التعبير السلمي عن مطالبهم، إلا أنه تطور نوعي في ظل هذا القمع الوحشي الذي تمارسه هذه الميليشيات. فبالتالي أنواع وأشكال التصدي المدني في تطور، وكذلك نوعية العمل التي تقوم به المؤسسة الشرعية، أعتقد أنه المتابعين لمسوا تطور نوعي معين في قدرة هذه المؤسسة الشرعية على تقديم بعض الملفات والملاحقات على المستوى الدولي، وكان آخرها الاجتماعات التي عقدت على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف وغيرها من القضايا التي نتمنى وكنا نطالب ونناشد الجهات الرسمية في الدولة مثلا المؤسسة الشرعية وفي الجانب الحقوقي المتخصص أنهم يملوها عناية كبيرة ورعاية من خلال نوعية الملفات، من خلال انتهاج آلية مختلفة في تقديم هذه الملفات والاجتماع والمناقشة مع الهيئات الدولية، وأيضا لوبي الضغط الذي يجب أن يلعب دور كبير جدا في إنصاف المدنيين اليمنيين وحمايتهم من قمع وبطش هذه الميليشيات. أشكرك أستاذ صالح ذيبان المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك أستاذ شوقي بسؤال أخير، المسؤولية كبيرة، البلد يعني في انقلاب وما تم بعده من حرب ضاعف هذه المسؤولية بالتأكيد على جميع الناس، اليمنيون ما الذي يمكن لهم أن يعملوه في ظل يعني ما تتحدث عنه من عجز الشرعية للحكومة الشرعية وكذلك هذه التصرفات المستمرة من قبل الانقلابيين؟ في هذا الموضوع أنا أؤكد على نقطة مهمة جداً، ينبغي أن لا نتعاطى مع مثل هذه الكذبات وهذه المهازل أي محكمة. ولهذا أنا بالنسبة لي وأدعو كل من يتفق معي وأتمنى أن يفكر فيها، لا أعترف مطلقا بهذه المهازل ولا أعترف بأن هناك قضاء يمكن أن يقيم محاكمات أو يمكن أن يقيم عدالة، هذه مهازل يعني انقلابية لا أعترف بها لأسباب. السبب الأول لأن هؤلاء انقلابيون ليست لهم مطلقا أي مشروعية. السبب الثاني لأنهم مجرمون ارتكبوا كل الجرائم وبالتالي هم من ينبغي أن يحاكموا. السبب الثالث وهو المهم أن هذه المؤسسات ورجالها من قضاة وأعضاء نيابات ومحامون وغير ذلك ومحامين وغير ذلك، هؤلاء مختطفون أيضا، هؤلاء يعيشون وضعا يعني مخيف مقلق، بعضهم كما قلنا تماهى لأسباب كما ذكرناها، وبعضهم يعيش خوفا على نفسه وعلى أهله وعلى بيته وعلى ولده، وبالتالي هؤلاء لا يمكن مؤسسة القضاء، وأؤكد هنا لا يمكن أن تقوم بمهامها القضائية والعادلة إلا في ظل مناخ حر. مفهوم. عدم الاعتراف هل سيكفي بذلك؟ هذا رقم واحد. الرقم اثنين على الشرعية أن تقيم ما ذكرناه في السؤال السابق. ثم ماذا على الناس أن يقوموا؟ على الناس يا أخي الكريم الآن باختصار شديد أن تتضافر جهودهم لإنهاء هذا الانقلاب. كل هذه الجرائم ما حصل وما سيأتي لاحقا سببها هذا الانقلاب التعيس الذي يجب أن ينتهي. أشكرك أستاذ شوقي القاضي البرلماني والباحث في القانون، كنت معنا في حلقة اليوم في الاستوديو هنا، شكرا جزيلا لك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات الزملاء أسامة عادل ووئام الأكحلي ومحمد المقبلي. إلى اللقاء.